قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قوله تعالى لا تقم فيه أبدا، لا ناهية، لا تقم هذا شامل لأنواع القيام، أعني أنواع القيام لله عز وجل من صلاة وذكر وقراءة قرآن واعتكاف ونحو ذلك، وذلك لأن حذف المعمول يفيد العموم، وإنما جاء له القيام لأن القيام له فضل. قال لا تقم فيه أبدا، فقوله أبدا يدل على أن هذا الموضع لا يمكن أن يكون موضع خير، لأنه قال أبدا ثم قال لمسجد أسس على التقوى. اللام هنا لام ابتداء، فمسجد مبتدا، لمسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه، أحق أن تقوم فيه، هذا هو الخبر. وما هو هذا المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال بعض العلماء إنه مسجد قباء، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود وغيره قال لأهل قباء إن الله أثنى عليكم بالتطهر فماذا كنتم تفعلون؟ قالوا إننا عند قوم من اليهود وكانوا يستنجون بالماء فنصنع كصنيعهم، فأثنى الله عز وجل عليهم بهذا، فيكون أول مسجد أسس على التقوى هو مسجد قباء. لكن يأتي آت ويعارضنا بما جاء عند مسلم من أن رجلين تنازعا عند النبي صلى الله عليه وسلم في أيهما الذي أسس على التقوى، أهو مسجد قباء أم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام مسجدي هذا. قال ابن كثير رحمه الله وغيره من العلماء المحققين قال كلاهما أسس على التقوى، فإذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فبطريق الأولى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. لمسجد أسس على التقوى يعني على تقوى الله عز وجل، بخلاف المسجد الذي بناه المنافقون وهو مسجد الضرار، أسس على ماذا؟ ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، فهذا هو المسجد الذي أسسه المنافقون، أسسه من أجل هذه الأغراض، من أول يوم أحق أن تقوم فيه، يعني أول مسجد يستحق أن تقوم فيه هو مسجد قباء، أما هذا فليس له من الأحقية في شيء. لكن أفعل التفضيل في أصله يفيد بأن المفضل عليه فيه نصيب من الفضل، كما لو قلت زيد أكرم من عمر فكلاهما كريم لكن زيدا أكرم، فقوله أحق أن تقوم فيه فيه إشارة إلى أن مسجد الضرار فيه حق وفيه خير، وهذا يتناقض، وحاشا كتاب الله عز وجل أن يكون فيه تناقض مع ما سبق في مطلع الصفحة والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، ولأنه قال لا تقم فيه أبدا. الجواب عن هذا أن أفعل التفضيل يأتي على ثلاث حالات. الحالة الأولى وهي الأصل أن المفضل والمفضل عليه يشتركان في الفضل مع أفضلية المفضل، زيد أكرم من عمر فكلاهما كريم لكن زيد أكرم. الحالة الثانية أن يكون المفضل عليه خاليا من الفضل كما هنا، فالمفضل مسجد قباء أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمفضل عليه مسجد الضرار، فتكون هذه الحالة خارجة عن أصل أفعل التفضيل، فليس في المفضل عليه فضل، فقوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هل في مستقر أهل النار خير أو لهم حسن مقيل؟ لا، لكن هذا الفضل ثابت في مستقر أهل الجنة. الحالة الثالثة أن يخلو المفضل والمفضل عليه من الفضل، وذلك كقول ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا
أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. كلاهما شر، الحلف بالله كذبا شر، لكن أشر من الحلف بغير الله ولو كان على وجه الصدق. فقوله أحب إلي، ليست هناك محبة في قلب ابن مسعود لا لهذا ولا لهذا. ثم قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال فيه رجال لم يقل ذكورا، وذلك لأن الرجولة صفة تعظيم وصفة تقدير، لأن البعض عنده آلية الذكورية لكن ليست عنده صفة الرجولة. ولذا قال تعالى الرجال قوامون على النساء، لم يقل الذكور، وقال هنا فيه رجال، قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الآية.